والله ان شاء الله احنا مفتحين على خط سريع، يعني على الخط العام، على الشارع العام، يعني مو حي صناعي. هو الحي الصناعي هم محلات والعالم تتبضع من عنده، وزباين يجون، ومثل ما تشوف عوائل تنزل وعوائل تطبخ. احنا اختارينا هذا الموقع لانه يعني يمر عليه اكثر من منطقه، يعني مو يتحدد بس بمنطقه هيد. مثلا كبيسه عندنا حديثه، عندنا هيد، عندنا راوه، اكثر من منطقه يجي يستفاد من عروضنا ويستفاد من خدمتنا القديمه للزبون. والله ان شاء الله سوينا عروض كافه انواع الحلويات الشرقيه، من بقلاوه الى برمه الى عشل عصفور الى الخدود الحلبيه الى البقلاوه التركيه. احنا بنبيعها ببغداد بمحلاتنا 22000 دينار، هنا بنبيعها ب 16000 دينار. يعني دعما ان شاء الله للمواطن وللزبون على مود تعطيه الشغل. صراحة أنا كمواطن من هذه مدينة هيت أرحب بهاي المشاريع المهمة، وبصراحة أعتبرها مشاريع جبارة. أولاً هاي المشاريع شجع حركة المدينة، بما أنه يجون يعني داخل المدينة أو خارجها سياح، ويعني يصير حركة حلوة بالمدينة، انتعاش بالسوق يعني كذا حلوة. إحنا نشجع على هاي المحلات بصراحة، يعني السواح رايحة جاية، العالم حركة كلش حلوة. هسه أشوف بعينك يعني كلش حلوة.